صباح نور شربة. صباح الخير، كيفك اليوم؟ منيح، ماشي الحال. ماشي الحال. موضوع مهم جدا، لأنه كتير منا بيقعد لساعات طويلة جدا، يعني على المكتب وأمام شاشة الكمبيوتر أو شاشة التلفزيون، وبيصير في آلام شديدة جدا، خاصة بمنطقة الكتفين وأيضا بمنطقة الذراعين. يعني أنا من الأشخاص اللي تعلمت شرب مع الوقت، لأنه عندي آلام كتف كتير قوية، أنه يعني بتقعد ساعة قدام شاشة الكمبيوتر أو قدام شاشة التلفزيون وبترجع بدك توقف تقوم وتتمشى بعض اللحظات لآلام الكتف، وأيضا لآلام أسفل الظهر اللي هو مكان كمان جدا حساس بالنسبة لكتار من الناس. كتير من الناس بيشكوا من آلام أسفل الظهر وأيضا من آلام الكتفين. عملت مقدمة طويلة جدا، رح اختصر شوي عن اللي انت حكيتيه. اغلبيه الناس اللي بتعمل سبور او ما بتعمل سبور بتحس بوجع كتفات، لانه هو بيكون في شويه ويكنسز بمطرح معينه بهيدا الكتف. يعني في حقيقتي انا اليوم حركات مجزأه وبسيطه لكل حدا في يستعملهم، لكل حدا في يعملهم بيعمل سبور او ما بيعمل سبور. نحن بحاجه لهم اكيد. مظبوط، ومعقوله تساعدنا كرمال انه نتجنب الاصابه. نعم. يعني نقويهم تنستبق الامور. احسن ما نوصل لمرحله انه وجعتني، لا هلا صار فيه مرنه، صار لازم اهتم فيهم، بس تبقى الامور تتجنب هذه الاخبار. هلا نحن حنضطر نستعمل شويه الاستكس مغايتات المطاط. اوكي مضبوط. في مغايتات هن ليفلز، درجات. نعم، فينا يعني كل واحد حسب اللي شو بيوصل له، يعني معقول يكون اقصى منها او ارخى منها، بس مهم نعمل الحركه. هلا انا ايدي هون بهالطريقه هون انا بعمل ريزيستنس، يعني في شد عم بينشد على ايدي بشكل انديركت غير مباشر، يعني انا بدي شد لبرا، هن ايدي عم بضب منهم لوحدهم لجوا. سو هون بس شد لبرا انا هيك صار كتفي عم بيشتغل، بس مش العضلات الكبار الاساسيات، العضلات الجوانيات، لانه بقلب الكتف في عضلات جوانيات بسموهم روتيتور كاف ماسلز، هودي هن بخلوا الكتف يكون ما يقعدش في اوجاع، ما يقعد في ضغط على المفاصل، يكون هن حامين كل شيء. شربل، نحن رح تعطينا هيك مجموعة تمارين حنشوفهم معك وبتفسرنا كل تمرين شو الفايدة. حاطلع أنا من هون لفوق. نعم. هاد ديجا نحن حركة عاملينها بالدمبلز، بنطلع وبننزل. هون أنا عم شغل عشة جوانية أكتر، بطلع وبنزل. الكتف عنده شيء اسمه أبدكشن وأدكشن، أنا هون عم شغلهم اثنيناتهم بنفس الوقت، يعني عم خلي كتفي يصير أثبت شوي ما هو أساسا. نعم. هاي الحركة حنعملها شي مرتين ثلاثة. نحنا نطلع ومننزل، كيف بدنا نصعبها؟ نطلع على الريق وننزل على الريق ومنشد ما فينا لبرا. بالبيت هاي بنعملها 15 مرة يا 20 مرة ثلاث مرات. هلا نفس الشيء ايدي حشغل ابدكشن والادكشن تبعي، حخلي ايدي يفتحوا ويسكروا بنفس الوقت. هون كمان عم بسيب نفس العضلات اللي هن العضلات الجوانيات، اللي هن بالتمرين العادي نحن ما كثير بنستعملهم، هن ما كثير بينصابوا لانه بنكون عم نصيب عضلات الاكبر منهم، سو شغلهم بصير عم ينشغل على فرد مالي. نعم. هيدي حركه حانا افتح وسكر بشكل متواصل لصير فوق، بوصل لفوق برجع بنزل، نفس التدريج عم شغل فيه ايدي، بطلع وبنزل. حنحس بشيء عم بيحترق بين كتفاتنا بظهرنا وبين راسنا من هون. هو عضلات كلهم عم بكون عم يشتغلوا لانه هو كومبلكس كله مع بعضه. حعملها بعد مرة أنا، بطلع وبنزل. أوكي، هذه بهي المغايطة. هلا استعمل مغايطة اللي بنعلقها بالحيط. هاي المغايطة لازم تكون تقريبا بعلو كوعي، بس يكون لازق على قد خصري. أنا علي كوعي حطه هون، ثبته على قد خصري، افتح إيدي 90 درجة وما بفتحها أكثر، ما بضبها كثير على الآخر، يعني نص بدي خلي على طول فيه كانه عضلات عم بيشتغلوا بشكل غير مباشر. نعم. بفتح بسكر بفتح بسكر. اذا اب كتفي اذا اب كوعي عن خصري صارت الحركه عم تستعمل عم نستعمل اكثر جسمنا كله. سو انا بدي اجرب اخلي التركيز على منطقه وحده اللي هي كتفي، بفتح وبسكر. نفس الشيء بتاني ايد، بس حكون بالعكس، هلا بدي ضب لجوا، نحن شغلنا لبرا بدي ضب لجوا. هلا كمان في حط منشفه تحت ايدي، حط شيء تحت ايدي هون، ضلني شادد عليها اضمن انه
ايدي ما حتزيح من محلها، بفتح شوي لبرا وبدب لجوا، بفتح وبدب. هودي كل عضها كل الحركات بسيبوا الروتيتور كاف اللي نحن اكثر شيء بنحس بوجع فيهم على التمرين القاسي على القعده. ها اكثر العضلات بيكونوا تعبانين لانه هن ضعاف. هلا هي ذات الحركه انا حافتح جنب وارجع اطلع لفوق، هون صارت المغايطه عم تسحب لي ايدي لهون وانا عم شد بعكسها، يعني كتفيتي عم يشتغلوا بشكل غير مباشر. برجع بفتح بطلع بنزل ثلاث مرات، بالبيت اكيد 15 مره. نفس الخبريه لهيدي، انا متى ما دبيت لهون انا عم بطلع ايدي عم تسحب لبرا، يعني ايدي حتبرم لبرا، انا علي اتركها محلها. ارجع انزلها، ارجع افتح بطلع لفيها لفوق، ارجع انزل افتح دبها. هلا حنصعب شوي، حصير غير بسيب عضلات ظهري الورانية، عضلات كتفات الورانيات، حاسحب من هون كوعي عالي وجرب اعمل روتيشن لفوق. هالروتيشن هون عم نسيب كمان نفس العضلات، بس شو ما نعملها على الرايق شو بتكون اصعب. نعم بفتح لورا، حعملها بعد مره. شربل بعد معنا دقيقة أو نص دقيقة بكفي لنا هول التمارين. نحن بعد هيدي الإيد ما في حركة بس على الأرض وبنكون خلصنا نحن. بطلع 90 درجة على طول عم بعملها، برجع بنزل بسحب لورا، كوعي على طول لازم يكون عالي. هودي بالبيت فينا نعملهم، بنجيب إلاستيك بنربطها حيالله مطرح بنشغل عليها. هلا هون حكون بلا شيء، أنا هون بوزيشن بوش أب عادية، بدي جرب ثبت ايد بالارض. نعم. هاي الايد الثانيه بدي فوتها لجوا وارجع لده محلها، ارجع فوتها لجوا لده محلها. كل الشغل عم بصير على هيدا الكتف. نعم. هيدي شوي صعبه للاشخاص اللي عندهم اوجاع كثير عاليه لانه فيها كثير تنسيون على فرد على كتف واحد. حاعمل ثاني ميله قد ما في، بجرب خصي يضلوا جابت محله. شكرا لك على كل هذه المعلومات والتمارين المدرب الرياضي شربل الجميل، اهلا وسهلا فيك معنا.